السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول الابتدائي في قناة مينات تمينات. الأول اعمل لايك واشترك في القناة علشان تتابع معايا، ولو انت لسه جديد في القناة هقول لك حاجة، في تحت الفيديو مثلث صغنن كده، لو دوست عليه هيجيب لك كل الحلقات اللي فاتت، فاتفرج عليها علشان تعرف تتابع معايا. احنا النهاردة بنكمل منهج الماس للصف الأول الابتدائي، كنا وصلنا خدنا لحد ليسون 75، وهنبدا النهارده في ليسون 76 و77. فاتفرج معايا كده على الحلقه، بس ركز كده معايا واحده واحده علشان لو انت جديد معايا انا عايزه اعرفك ان احنا يعني لحد ما تتفرج على الـ على الـ على الحصص اللي فاتت، انا عايزه اعرفك مثلا النمبر ده اسمه ايه، 47. تمام، احنا اتفقنا انا واصحابنا اللي كانوا بيحضروا معايا الحلقه اول باول ان هنا في حاجه اسمها وانس وحاجه اسمها تنس. تمام، الوانس اللي هو السفن، يعني اول نمبر على ايدك اليمين ده اسمه مكان بيته اسمه وانس، واللي على ايدك الشمال اسمه تنس. طيب الوانس ده يعني الارقام بتتعدي فيها بالشكل ده 7 2 3 1 5 هكذا، لكن النمبر ما يبقى بيته هو التنس بيتقال عليه 10 20 30 40 50 60 70. تمام، طب كل الكلام ده في كل الارقام يا مس؟ ايوه في كل الارقام. يعني مثلا هنا ده اسمه، يلا نكتب على كل واحد بيته، هنا وانس وده تنس، يبقى النمبر هنا اسمه ايه؟ اوعى تقول بنقراه طبعا من اول تنس، بنقرا التنس وبعدين الوانس. 40، اوعى حد يقول 4، لا ده اسمه 40 ليه؟ عشان بيته التنس، لان انا عارفه ان التنس دايما بتبقى التن، ادي كتابه التن اهي. تمام، فعلشان كده كل اصحابها زيها 10 20 30 40 50 60 70 80 90. تمام، 43. طيب النمبر الليسون بتاعنا بيتكلم النهارده عن بق السمكه، مين هو بق السمكه اللي هي كده؟ بص هما سمكه كده وخدوا منها بقها. بق السمكه ده بيحب ياكل الكبير، طبعا معروف ان السمك بيحب دايما ياكل الحاجات الكتير، بياكل كتير، فهو بياكل دايما الكتير او الكبير. طيب تعالى الاول اهم حاجه بقى عندنا ان احنا لازم نقرا السؤال ونعرف كلمه كبير وكلمه صغير. بص هنا بيقول لك ايه، سيركل، سيركل يعني اعمل دايره. ذا جريتر، جريتر، بص الكلمه دي لازم تحفظها كويس جدا. الناس اللي عايزه تسال انا بشرح من كتاب المعاصر وكل سنه بشرح منه ان شاء الله، فالناس اللي عايزه تجيبه تتابع معانا. جريتر، جريتر، جريتر معناها الكبير، نمبر الرقم الكبير، يبقى هو دلوقتي بيقول لك اعمل سيركل على الرقم الكبير، رايت ذا نمبر. تمام، يلا نشوف هنا دلوقتي مين الرقم الكبير، ال 58 ولا ال 85؟ مبدئيا اول حاجه لازم نحط وانس وتنس، وانس وتنس. هقول لك حاجه في الدرس ده سهل قوي، دايما اللي بيقول لي على الكبير هو التنس. تاني نقول اما يجي يقول لك مثلا يلا نمبر، هنا النمبر ده اكبر من الرقم ده، نعرف منين؟ نبص على التنس بتاعه. بما انك في سنه اولى ان شاء الله ما تطلع سنه تانية هقول لك تبص على 100، هناخد بقى وانس وتنس وهناخد الجديد في تانية 100، لكن احنا دلوقتي عندنا وانس وتنس بس. التنس هو دايما اللي بيقول لك مين الكبير. بص هنا التنس كان 80 وهنا 50، يبقى مين الكبير؟ طبعا ال 85، يبقى الرقم كله 85 هو الكبير. اما نيجي نكتبه هنكتب 85 is greater than، يعني اكبر من ال 58. هنكتب 85 وبق السمكه اهو هيبقى ناحيته علشان ياكل ال 85. تمام، طيب ادي انا دلوقتي عرفت. هنا بيقول لك كمان circle the numbers that are greater than 60، اللي اكبر من ال 60. مين الارقام اللي اكبر من ال 60؟ 70 80 90، بس. تمام، لكن ما ينفعش مثلا بص هنا هنكتب هنا وانس وتنس على كل الارقام الاول. قلت مين اللي بيقول لي الكبير، الوانس ولا التنس؟ لا طبعا اللي في التنس هو اللي بيقول لي. ادور على التنس اللي فيها اللي هي اكبر من ال 60، طبعا التنس هنا عندي 10 ما ينفعش، 80 ايوه اكبر من ال 60، 90 برافو، 50 لا مش اكبر من ال 60، احنا عارفين طبعا ان ال 50 اصغر من ال 60، حتى ال 5 اصغر من 60، ايوه 62 اكبر من 60، 70 طبعا اكبر من ال 60. يبقى المهم ان احنا نطلع من هنا ان كلمه جريتر معناها اكبر،
حاجة تانية نطلع منها ان احنا لازم على اي رقم هنكتب الونس والتنس بتاعه، علشان مين اللي هيقول لي مين الكبير؟ التنس هو اللي هيقول لي مين الكبير. طيب تعالى هنا نشوف، مثلا في بقى كلمة، يعني هنا دلوقتي كان عنوان الاسم بتاعنا ان انا اعرف greater than، اكبر من، قول ورايا greater than، اكبر من، greater than، اكبر من، وهنا less than، less than بقى اقل من، يعني هيجي يعمل زي ما قالك هنا، اعمل بقى circle على number that is less، القليل، خلي بالك من كلمة less ده، وقول لي واكتب لي الطريقة. طيب انا عرفت دلوقتي يبقى عندي كلمة less than اقل من، مين اللي هيقول لي برضو مين كبير؟ مش هغير الكلام، هو نفس التنس، يبقى ما يجي لي اتنين نمبر اهو، ادي نمبر بيكون من تو ديجيت، ديجيت يعني ايه؟ ديجيت يعني رقم بيكون من مكانين اللي هو وانس وتنس، تمام؟ نمبر consists of two digit اللي هو يعني بيكون من مكانين، المكان الاولاني عندي اسمه وانس، المكان التاني عندي اسمه تنس. نقرأ الرقم 65، طب هنا وانس ودي التنس 66، مين الكبير؟ نبص على التنس، التنس هنا 60 وهنا 60، اوبس، طب نعمل ايه بقى؟ ده التنس زي بعض، في الحالة دي نضطر نروح نبص على الوانس وهو اللي هيقول لي مين الكبير. الوانس هنا 5 والوانس هنا 6، مين الكبير؟ 6، يبقى هنا 66 كلها على بعضها is greater than 65، او 65 is less than اقل من 66. وطبعا برضو بق السمكة اما نكتب 66 هنا هيبقى ناحيتها علشان ياكل الكبير، او ما بينفعش بق السمكة ياكل الصغير، تمام؟ يبقى احنا هنا لازم نعرف كلمة less than يعني ايه، و greater than يعني ايه، greater than اكبر من، less than اقل من. حل التمرين ده، التمرين ده بيقول لك write more than or less than or equal، ادي بق السمكة عندي بياكل الكبير والاكوال طبعا لو الاتنين زي بعض بالظبط. تعال نبص كده 24 و 15، لو انت عملت لك زوم هتلاقي هنا، بص انا معلمة بنتي تكتب على كل نمبر الونس بتاعها والتنس بتاعها عشان تبدأ تحل صح. ال 24 يلا قول لي فين الونس وفين التنس؟ هنا الونس هنا التنس. تعال عندي ال 15 ادي الونس وادي التنس، انا قلت لك مين دايما الكبير؟ مين اللي هيقول لي على الكبير؟ التنس هو اللي بيفتن على الكبير. التنس هنا 10 والتنس هنا 20، مين الكبير؟ ال 20 ولا ال 10؟ طبعا ال 20. طيب بص هنا نكتب من الاول وانس تنس، وهنا وانس تنس، التنس هنا 30 والتنس هنا 30، ده زي بعض، اوعى يضحك عليك، بص على الوانس الاول، الوانس هنا 6 الوانس هنا 6، زي بعض بالظبط، يبقى ايكوال يعني قد بعض بالظبط. يلا نكتب هنا برضو 61، ادي ال 1 في الوانس وال 60 في التنس. طيب ال 6 اما يبقى رقم لوحده يتحط يا ترى في الوانس ولا في التنس؟ لا طبعا نحطه في الوانس، اي رقم لوحده يتحط في الوانس. طيب هنا دلوقتي ما عنديش تنس، هنعتبر التنس 0، وبمعنى اصح هنا ده نمبر من ديجيت واحد بس، ليه بيت واحد بس ومكان واحد بس، لكن ده نمبر من تو ديجيت، يعني ليه بيتين، ليه بيت اسمه وانس وليه بيت اسمه تنس، يبقى مين الكبير؟ طبعا بق السمكه ياكل ال 61 عشان هو اكبر. تعالى هنا يلا نكتب ادي ال 8 في الوانس وال 20 في التنس، ال 0 وانس ال 20 في التنس، مين الكبير؟ نبص على التنس، التنس هنا 20 والتنس هنا 20، اوب الاثنين زي بعض، لا بص بقى على الوانس، الوانس هنا 8 والوانس هنا 0، يبقى طبعا ال 8 اكبر، يبقى بق السمكه ياكل 20 8. هنا برضو ما تلخبطش، بص اكتب وانس تنس، وانس تنس، بص على التنس، التنس هنا 70 التنس هنا 40، طبعا ال 70 اكبر، بقى السمكه يقلب على طول وياكل ال 70، تمام؟ طيب تعال نحل المسائل اللي مكتوب فيها الكلام ده، هنا مكتوب 9 تنس، بص كاتب لك تنس اهي وموضحها لك 8 وانس، لو شلنا كلمة تنس 1 هيبقى الرقم اسمه 98 زي ما بنتي كاتباها لك فوق اهي. تعالى هنا بقى نكتب على ده وانس تنس، نبص على التنس، التنس هنا كام؟ 90، التنس هنا كام؟ 90، 9 تنس يعني 90، خلي بالك كلمة تنس أول ما تتشال نرجعها عادي تبقى هي دي اسمها 9 تنس، لكن ايكوال 90، لو كتبت 3 تنس ايكوال 30، 5 تنس ايكوال 50، تمام؟
دلوقتي هنا 9 10 وهنا ال 10 برضو 9 10 تمام زي بعض بالظبط. طب تعالى نبص بقى على الوانس 8 وانس 9 وهنا في الوانس 9 يبقى مين الكبير؟ طبعا ال 9 يبقى 99 اكبر من 98. طيب لو شلت 10 وشلت 1 وحطيت الرقمين جنب بعض هتكون لي 98. تعالى هنا، هنا ال 10 كام؟ 6 10 اللي هي كام؟ ايكوال كام؟ 60. والوانس 4 وانس اللي هي ايكوال 4، الوانس ما بنحطلوش 0 لكن ال 10 هي لما بنرميها بنحط مكانها 0 فتبقى 60. طيب هنا بقى يلا نكتب على ده وانس 10. هنا التنس كام؟ 40. هنا التنس كام؟ 6. احنا بنبص على التنس اللي زي التنس عشان التنس هي دايما اللي بتقول لي مين الكبيره. طبعا ال 6 تنس اكبر من ال 4 تنس يبقى ده اكبر. تعالى هنا بقى نحل ده، ده يا ترى ادي ده، ده وانس ولا تنس؟ ده كده تنس وده وانس. طب ايه اللي يحصل؟ بيجي ال 5 ده بتقف مكان الزيرو عشان تبقى النمبر عندي 45. احفظ بقى الرقم ده معايا، اما يبقى فيه رقم وفيه زيرو المفروض ما هو ده وانس وتنس وادي ده وانس، الفايف تيجي تقف مكان الزيرو على طول تبقى 45 هنا يبقى مين التنس عندي؟ 40. هنا التنس مكتوب كام؟ 30 يبقى ال 40 اكبر. فهمتها؟ تعالى هقولها لك تاني، دي ادي 30 بلس 3، ال 3 دي تقف مكان مين؟ مكان الزيرو ده، ال 3 دي تقف مكان الزيرو ليه؟ لان ال 3 دي وانس وهنا السيرت يلا قسمها وانس وتنس، يلا الوانس ده بيجي يقف مكان الوانس ده، يعني مدام شافت زيرو بتيجي ترمي الزيرو تقف هي مكانها، يعني دي هتبقى 33. طيب يبقى عندي هنا مين التنس؟ 30 وهنا مين التنس؟ 30. طب بص على الوانس كام؟ 3 وهنا 3 يبقى الاثنين ايكوال لبعض. طيب 6 تنس ولا 7 1؟ اوبس خلي بالك 6 تنس ولا 7 1؟ مين الكبير؟ طب تعالى نقول كده، مش انا قلت لك لو رميت كلمة تنس دي هجيب مكانها زيرو، يعني 6 تنس ايكوال كام؟ 60. ال 3 تنس ايكوال كام؟ 30. ال 2 تنس ايكوال كام؟ 20. ال 1 تنس ايكوال كام؟ 10. عشان ال 10 بترميها وتحط مكانها زيرو زي ما انا عملت كده اهو. لكن دي اسمها 7 وانس، ال 1 بنحط مكانه زيرو؟ لا لا خالص، ال 7 وانس هي ال 7، ال 5 وانس هي ال 5. ال 3 وانس هي 3، يعني دي هي 7. ال 60 اكبر ولا ال 7؟ من غير كلام طبعا ال 60 وبق السمكه ياكل ال 60. سهل جدا 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 الليسن ده على فكره. حدد اهم حاجه الوانس والتنس وبعد كده ابدا بص على التنس هو اللي بيقول لك مين الكبير، لو التنس زي بعض اضطر كده بص للوانس تمام. لو جالك حاجه زي كده 80 بلس 5 الموضوع بسيط خالص، ال 5 بتيجي ترمي الزيرو وتيجي تقف مكانها هتبقى اسمها 85. هنا بص ال 50 ال 9 اهي بلس 50 ال 9 تيجي تعمل ايه؟ يلا يا زيرو امشي وتقف مكانها هتبقى اسمها ايه؟ 59 تمام. هنا 9 تنس وهنا 8 تنس، مين الكبير؟ طبعا ال 9 تنس. هنا بص 20 بلس 5، ال 5 هتعمل ايه في الزيرو؟ تاخد الزيرو ترميه وتقف مكانه وتبقى اسمها 25. برافو عليك انت كده بدأت تفهمني، اي رقمين لازم نكتب عليهم وانس وتنس وهنا وانس وتنس. وبص للتنس، التنس هنا كام؟ 50. التنس هنا كام؟ 40. طبعا ال 50 اكبر فبق السمكه يمشي ناحيه ال 50 وياكلها تمام. طيب بص بقى قبل كده في الدروس اللي قبل كده انا قلت لك ان المربعات الصغننه دي هتمثل لي الوانس والمربعات الطويله دي هنسميها هي التنس. طب تعالى نكتب الرقم ده، يلا انا عارفه ان الوانس هنا والتنس جنبها هنا، التنس كام تنس؟ عد التنس كده 1 2 3 4 5 تنس. هو انا ينفع اكتبها 50؟ لا ما ينفعش عشان هي فوقيها كلمه تنس، ما دام انا كاتبه فوقيها 10 يبقى خلاص. طيب وكمان ما دام هحط رقمين الوانس جنب التنس بشيل اي زيرو، 1 2 3 4 انا كده بعد المربعات الصغيره اللي هي الوانس، يبقى القلم ما بيكتبش 54. تعالى هنا نعد برضه هنكتب وانس وتنس، يلا نشوف التنس كام، 1 2 3 4 5 يلا نشوف فيه كام في الوانس، 1 2 يبقى 52. يلا هنا التنس هنا 50 والتنس هنا 50 زي بعض، هنضطر نبص لمين؟ للوانس. الوانس هنا 4 وانس هنا 2 يبقى مين الكبير؟ بق السمكه ياكل كده تمام عشان بق السمكه بياكل الكبير.
يا رب تكون فهمت الاسم، سهل جدا جدا جدا. يعني احنا كده خدنا الليسون 76 و75، الليسون جميل جدا وسهل جدا جدا وما خدش 5 دقايق. حل بقى انت براحتك يا شاطر، ولو في حاجه قابلتك اكتب لي في الكومنتات تحت، واعمل لايك واشترك معايا في القناه عشان تتابع معايا. انا بشرح كونكت بلس، بشرح كونكت، بشرح عربي، وبشرح ماس، وان شاء الله ربنا يسهل واشرح الحساب تمام. بس دلوقتي حلو، لو اي حاجه قابلتك ابعتلي على صفحة أسس ببساطة، وكمان اتفرج على كل الحلقات اللي فاتت وذاكرها كويس. شكرا ليك جدا، وانهي كلامي بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. باي باي.